بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي بكم اليوم في هذه المناسبة الطيبة التي نحتفل فيها بتنشيط أول نموذج لمدرسة بيئية مستدامة في دولة الكويت، والتي بادرت بتطبيقها تنمية الإجزاء للبنات وفق المعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة، وبتعاون مشترك بين وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة ومبادرة تحميها سعيا إلى تحقيق الاستدامة البيئية في الموضوع التعليمي، ومساعدة طلبة المدارس على تعزيز معارفهم ومواهبهم وخبراتهم لأداء دور إيجابي في المجتمع، والمساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي في الدولة من خلال التشجيع على الزراعة ونشر الوعي البيئي بين الشباب وتحفيزا للعمل على حماية البيئة. حضور الكريم، انتهز هذه الفرصة للدعوة إلى العمل على جميع المستويات والمراحل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق مستوى تعليمي أفضل قادر على مواجهة كافة القضايا البيئية التي تهدد مستقبلنا ويتقدمها شح المياه وتوفير الطاقة البديلة المتجددة والحد من النفايات وإعادة تدويرها والتصدي لتغيرات المناخ والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة ومكافحة الفقر والعمل على تحقيق المعيشة الصحية للجميع وتوفير الاستقرار للأجيال القادمة. الأخوة والأخوات، يجب أن نؤمن بأن التنمية المستدامة مفهوم أخلاقي قبل أن تكون مفهوما علميا، ولذلك فإننا نسعى إلى تكثيف عدد المدارس البيئية المستدامة في جميع محافظات دولة الكويت، واتباع المعايير الخاصة بمواصفات المباني والإنشاءات، وتطوير المناهج، واعتماد وتطبيق البصمة البيئية لتوجيه المواطن للاستفادة من الموارد على نحو أكثر وأفضل، من خلال تعامله مع مصادر المياه والطاقة وحماية البيئة من التلوث، بما يضمن حفظ حق الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية. الحضور الكريم، يأتي احتفال اليوم كثمرة من ثمرات التعاون بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة التربية ومبادرة نحميها كونها إحدى جمعيات النفع العام في الدولة، والتي تتركز معظم أعمالها على حماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث تقوم بالجزء المكمل لدور الدولة في مواجهة التحديات البيئية وتأمين الآليات الفعالة لإشراك المواطنين ضمن فرق تساهم في تنظيم المجتمع وتتكامل مع أنشطة جمعيات النفع العام للمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 لبناء مجتمعات جديدة طموحة ونابضة بالحياة. وفي الختام، أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة وعمل بإخلاص لرفع الشأن البيئي لدولة الكويت، وأتمنى لكم التوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة نحو حماية البيئة والتنمية المستدامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.